1975 سكر المتحف الوطني وبقي هالطابق السفلي في المتحف الوطني مسكر لحديد اليوم، يعني صارنا 41 سنة مش فاتحين الطابق السفلي. بعد عقود على إقفال الطابق السفلي في المتحف الوطني، فتحت أبوابه على مجموعة من الكنوز الأثرية المكتشفة على الأراضي اللبنانية. تحف تعرض للمرة الأولى في لبنان وتنتمي إلى الفن الجنائزي، وتمتد بين فترة ما قبل التاريخ إلى المرحلة العثمانية، وتم حفظها سنوات الحرب في مخابئ آمنة تحت الأرض. من أبرز هذه الكنوز جداريات مدفن سور العائد إلى العصر الروماني. عملية ترميم هذا المدفن بدأت سنة 2010 من قبل مكتب التعاون الإيطالي في بيروت وبعناية مرممين من إيطاليا ولبنان. لأول مرة بتاريخ لبنان وبتاريخ المتحف الوطني عم نعرض موميا. اكتشفت في عاصي حدث الجبة سنة 1989 وبقيت شبه سليمة بفعل عوامل طبيعية مؤاتية في مغاور وادي قديشة. ولعل أهم ما في هذا الجناح مجموعة النواويس المجسمة الفريدة من نوعها في العالم، وهي بحدود 31 نووساً اكتشفت في منطقة صيدا وجوارها أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وتعود إلى الفترة الفينيقية ما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد. بين هذه الروائع نستعيد لمحاً لأحقاب وأحداث دونتها أجيال متوالية على أرض لبنان.